اول حاجه انا عندي كيلو سبانخ بيبي، عندي 2 بنجر مسلوق ومقطعهم، عندي كريمه طهي، عندي نوعين جبنه، جبنه جريير وجبنه تشيدر هنبشرهم مع بعض، عندي مكعبين مرقه، عندي لبن جوز هند وشويه بقسماط للوش. طيب اول حاجه تعالوا نبتدي على طول نعمل السبانخ. انا بس عايزه احطها على النار شويه صغيرين الاول قبل ما هندخلها الفرن، عشان عايزاها تاخد من لون البنجر ومن طعم البنجر ويستووا مع بعض شويه الاول. فهنزل السبانخ على طول شويه زيت زيتون، وهنزل عليهم على طول البنجر اللي انا مقطعاه شرايح ومسلوق، هنزل عليهم كمان دلوقتي شويه فلفل اسود وملح، مش هزود الملح عشان انا هحط المرقه، وهحط ملح شويه صغيرين، ولسه كمان هزود الجبن، فالجبن كمان هتحدق شويه. هحط دلوقتي المرقه تدي طعم خطير للطبق. واحده كمان دلوقتي ممكن نبتدي نزود اللبن. نقلب ونشوف الكميه قد ايه مظبوطه كده. حلو قوي. تعالوا نغطيه ونسيبه يغلي غلوه. انا الخضار بتاعي كده خلاص دخل في السوا، ما خدتش تقريبا اكتر من 5 دقايق. السبانخ استوت والبنجر وردي كان مستوي. تعالوا نضربهم مع بعض شويه قبل ما نزود لهم اللبن الجبن والكريمه. انا مش عايزه اضربهم يبقوا عصير خالص، انا عايزاهم يبقوا فيهم لسه قوام مع بعض كده. تمام. هبتدي بقى دلوقتي ازود الجبن. زي ما قلت لكم انا حاطه جبنه جريير وجبنه تشيدر، ممكن نحط اي انواع جبن نحبها، مش لازم الانواع دي بالذات. عايزاهم يسيحوا مع الصوص وبعدين هزود الاخر الكريمه. هنقلب الجبن في الصوص وهنزود دلوقتي الكريمه. هعدلها غلوه بس على النار تتقل شويه صغيرين، وهحطها انقلها في الطاجن الفايركس بتاعتنا. انا كده السبانخ بتاعتي خلاص تقلت. طبعا عايزه احاوريكم لونها دلوقتي، لونها خطير من البنجر وعامل الصوص حلو قوي. في المرحله دي كان في ناس بتحط على الوش كمان شويه بشاميل، بس انا مش هحط، انا هحط بس الجبن. تعالوا بقى نحطها في الفايركس مع بعض، ندخلها الفرن. وهحط على وشها تاني الجبن نفسها، نفس الانواع اللي احنا حطيناها في قلبها، نفس القصه بالظبط. واخر حاجه هحطها على الوش شويه بقسماط ناعم، هيدي تحميصه حلوه قوي للوش. هدخلها الفرن. طبعا كل حاجه مستويه هتاخد تقريبا مش اكتر من 10 دقائق.